أديرة بلغاريا. بالنسبة لبلغاريا، لم تكن الأديرة أبداً بمعزل عن الحياة، فوراء جدرانها كان يبدع الكتاب ومنوري الشعب، وإليها كان يأوي المناضلون البلغار من أجل التحرر الوطني. وهنا كان يحيى الإيمان وتنشئ الثقافة ويحافظ على الهوية القومية للشعب البلغاري. بعض الأديرة تلفت الانتباه بعمارتها، أخرى بتاريخها، وثالثة بتناغمها مع محيطها الطبيعي، لكنها تشكل مجتمعة جزءا لا يتجزأ من الثقافة العالمية. يقع دير الملاك ميخائيل في الوادي الجميل لنهر دريانوفسكا. أثناء الانتفاضات من أجل التحرر الوطني، كان هذا الدير بمثابة معقل للروح القومية. عندما قاربت انتفاضة أبريل عام 1876 على الفشل النهائي، آوى الدير إحدى فرق المقاومة ضد العثمانيين التي شاركت في الانتفاضة، فعاقبه العثمانيون بالإحراق والتدمير الكامل. بعد ذلك بعدة سنوات أعيد بناء الدير ليصير اليوم مركزاً روحانياً، بل وموضع تقديس ومحطة إلزامية من محطات السياحة التاريخية الثقافية في بلغاريا. دير التجلي أصيب هو الآخر مراراً بالإحراق، غير أنه على خلاف الدير السابق اكتسب شهرة كنموذج راق لفن العمارة والفنون التشكيلية. ويقع الدير في منطقة صخرية على ضفة نهر يانترا بالقرب من العاصمة البلغارية السابقة ليكوترنوفا. تم تشييد مجمع الدير وتشكيله الفني على أيدي فنانين مشهورين من عصر النهضة، الأسطى البناء كوليو فيتشوتو ورسام الأيقونات زخاري زوغراف. زخرفة الدير البهيجة بما فيها المشهدان دولاب الحياة ويوم القيامة أصبحت رمزا لفن الرسم النهضوي البلغاري، بالإضافة إلى نماذج للفن النهضوي، فإن في بلغاريا أيضا نماذج للفن القرسطي. من هذه النماذج دير زيمن الواقع على سفوح جبل كونيافسكا. كنيسة هذا الدير تعود إلى القرن الحادي عشر، وهي من الكنائس القليلة من تلك الحقبة التي بقيت إلى اليوم. الرسوم الجدارية في هذا المبنى المصلب الطراز من أعبان الفن الشعبي في عهد المملكة البلغارية الثانية، حيث تتميز بقيمتها الفنية الخاصة صورة مؤسسي الكنيسة. هذه الكنيسة نموذج للفن القرسطي وتستقطب الآلاف من السياحة. دير غلوتشينا في جبل بلقان تيتيفن يقع على 10 كيلومترات فقط عن قرية غلوجينا. اسم الدير هو القديس جورجوس المنتصر، وهو مشهور بامتلاك أيقونة صانعة للمعجزات لنفس القديس. دير آخر لا يقل جمالاً هو دير تشيربيش رفع السيدة العذراء، الواقع في وادي نهر إسكر الذي يقطع جبال البلقان. لقد بني هذا الدير في عهد المملكة البلغارية الثانية ليتحول إلى مركز ثقافي كان يتم فيه تأليف ونسخ كتب لعبت دوراً مصيرياً في تاريخ بلغاريا. وقد استقر فيه في بدايات القرن الثامن عشر أحد أبرز شخصيات الإنهاض أو منوري الشعب سفروني فراتشانسكي. دير آخر اشتهر بنشاطه الثقافي هو دير إتروبولي الثالوث المقدس، الواقع على 5 كيلومترات عن قرية ريباريتسا. ففي القرنين السادس عشر والسابع عشر نشأت فيه مدرسة إتروبولي لفن الخط، التي لعبت دورا هاما في الحفاظ على الأعمال الأدبية البلغارية. والأديرة البلغارية يكمله كل من دير آلاتشا الصخري القرسطي، ودير كابينوفو الشبيه بقلعة، ودير سوكولسكي النهضوي الفريد. أما دير ريلا ودير تريان ودير باشكوفا، وهي أكبر ثلاث أديرة في بلغاريا، فهي بمثابة دعامات للأرثوذكسية البلغارية، تستقبل سواء بطاركة أو مواكب من آلاف الحجاج الذين يجئون للمس الأيقونات الصانعة للمعجزات الموجودة في كل منها. اليوم توجد في بلغاريا أكثر من 160 ديرا. هذه الأديرة البلغارية الكبيرة منها والصغيرة غنية بالتاريخ والتراث والمعجزات.